أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين العشرين من شباط فبراير يذكر بخصوص النبوءة عن سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه، وسأتحدث اليوم قليلا بهذا الشأن لأن يوم غد هو يوم العشرين من شباط. هذه نبوءة طويلة وذكرت فيها مزايا مختلفة تتعلق بالابن الموعود للمسيح الموعود عليه السلام، كما ذكرها عليه السلام بنفسه. فاليوم ساتحدث عن جانب واحد للنبوءه وهو الجانب المتمثل في الهام يملا بالعلوم الظاهريه والباطنيه وذلك من خلال تاليفات المصلح المعود رضي الله عنه وخطباته وغيرها ويتضمن هذا الجانب من النبوءة جانبا آخر منها أيضا إلى حد ما، وهو الإلهام، سيكون ذهينا وفهيما بشكل خارق. لقد زوده الله تعالى بالعلوم ظاهرة وباطنة على الرغم من قلة تعليمه الدنيوي، إذ إن ثقافته الدنيوية كانت مقتصرة على الثانوية فقط. ومع قلة الثقافة الدنيوية، اعطاه الله تعالى علوما بينها في مناسبات مختلفه وقد بلغت من الكثره بحيث يستحيل الاحاطه بها بل ولا التعريف بها ايضا في خطبه واحده لان التعريف بها وحده يقتضي سلسله من الخطب فلا يمكن ان اذكر كل شيء غير أنني فكرت أن أقدم لكم لمحة وجيزة عن بعض تأليفاته وخطباته على سبيل التعريف فقط أو بالأحرى لأذكر ملخص بعض النكات التي ذكرها في كتاباته لأعطيكم فكرة موجزة جدا عن تبحره العلمي والمعرفي تتضمن هذه الخطابات والكتابات مواضيع مختلفه مثل وحدانيه الله تعالى حقيقه الملائكه مكانه الانبياء ومكانه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وغيرها من الامور الروحانيه وكذلك ارشاد المسلمين في امور الدين والسياسه ونظام الاسلام الاقتصادي والمالي وتاريخ الاسلام والقضايا الموجوده في عصره والتي لا تزال بعضها موجوده اليوم ايضا كما كانت حين ذاك وتتبين حلولها بقراءه افكاره التي بينها في ذلك الوقت ان كتاباته وخطباته تتمثل مواضيع يتعذر حصرها ولا يمكن حتى التعريف بها كما قلت لذا سوف اكتفي بالتعريف ببعضها فقط، وسوف اتطرق فقط إلى ما يعود تاريخه إلى مرحلة ابتدائية من شبابه، حين كان شابًا بالغًا من العمر 16 أو 17 عامًا، ولم يحصل على تعليم رسمي يُذكر، ومع ذلك بين نكات تترك الإنسان في حيرة من أمره. لقد ألقى خطابا في الجلسة السنوية حول وحدانية الله تعالى حين كان عمره سبعة عشر عاما فقط وقد أثنى الخليفة الأول رضي الله عنه على خطابه وقال بأنه قد أتى بنكات مبتكرة على أي حال سأقدم لكم لمحة موجزة على كنوز علمه ومعرفته التي بينها بدءا من الفتره التي كان عمره فيها سته عشر او سبعه عشر عاما الى فتره عنفوان الشباب ثم الى عز الشباب ولا يمكنني ان اقدم الجزء الخمسين منه بل اقل منه ايضا مما قاله في هذه الفتره وبعدها نال حضرته رضي الله عنه عمرا طويلا وظل ينشر لآل العلم والمعرفة بتعليم من الله تعالى ففي شهر مارس آذار 1907 حين كان عمره ثمانية عشر عاماً كتب المصح المعود رضي الله عنه مقالاً بعنوان حب الله وقد نشر لاحقا ككتاب يتبين من هذا المقال كيف بدا الله تعالى بملئه بالعلوم الظاهره والباطنه في سنه الصغيره فقال رضي الله عنه في هذا المقال لقد خلق الله تعالى الانسان للحب فقط وان الهدف والغايه المتوخاه من خلقه هو ان يكون مشغوفا بحب الله تعالى ويبقى خائضا دائما في نهر حبه الذي يهابه حياه دائمه اي الحياه الاخرويه الانسان يجتنب الذنوب ويتقدم في الدرجات نتيجه الحب وحده والحب وحده يكون سببا لمعرفه الله تعالى وبدون الحب لا يعرف الانسان حقيقه الله ولا يحظى بمعرفته ثم قال من الضروري ان نزداد علاقه بالله تعالى لاجتناب الذنوب والتقدم في الدرجات وان نخلق في قلوبنا حبا واخلاصا نقترب بهما من الله تعالى ونكون كشمس يستنير بها العالم ثم ذكر رضي الله عنه الاديان المختلفه وقال ان الله واحد ولكن لكل دين افكار مختلفه عنه وبهذا الشان بين رضي الله عنه معتقدات اليهود والنصارى والهنود والاريين عن الله تعالى وأثبت أن الإله الذي يعطي تعليما ويتحلى بصفات ذكرت في تلك الأديان لا يستحق أن يعبده الناس. ثم أثبت حضرته رضي الله عنه مقدما تعليم الإسلام أن إله الإسلام هو وحده جامع المزايا والمحاسن كلها ويستحق أن يحبه الناس ويعبدوه وحده. من الواضح كما قلت من قبل أن للجميع إلها واحدا ولكن فكرة الإله التي يقدمها الإسلام مقابل الأديان الأخرى هي الفكرة الصحيحة والحقيقية وبها يمكن أن ينشأ حبه في القلوب. ثم أثبت رضي الله عنه ببيان صفات الله الحسنة أنه لم تذكر في أي دين آخر صفات الله تعالى بقدر ما بينها الإسلام. ولا يضاهي دين آخر من حيث المحاسن والكمالات فيما بينه الإسلام من الصفات. وفي نهاية المقال قدم رضي الله عنه دليلا على الإله الحي، وقال بأن إله الإسلام وحده يرشد الإنسان اليوم أيضا بالوحي والإلهام كما كان يفعل من قبل، وهذه هي أكبر صفة للإله الحي، ثم قال: لقد وصلت الآن إلى نهاية مقالي لأنني أثبت أن آلهة الأديان الأخرى لا تستحق الحب. وان تعليمها ناقص لا يسع الانسان العمل به ان تعليم الاسلام يطابق فطره الانسان تماما وان الله تعالى قادر على كل شيء ومنزه عن العيوب كلها وقال ان اكبر ميزه للاسلام هي ان المحب لا ينال الجواب مباشره بل يكلمه الله تعالى بعد امتحانه جدير بالتذكر أن الله تعالى لا يرد فورا بل لا بد للمرء أن يمر بالامتحان أولا ثم يكلمه الله تعالى ثم يبرد تعالى بكلامه الذي يهب السكينة حرقة الحب ويسكن الحرقة واللوعة التي تحدث نتيجة عدم تلقيه الجواب وبذلك يزداد الحب أكثر من ذي قبل وينشأ في قلب المحب حماس للتقرب الى الله تعالى اكثر فيقترب اليه تعالى رويدا رويدا حتى يقول الله تعالى عنه انت مني وانا منك ويقصد من ذلك ان اسمي يتجلى في العالم بواسطتك وانك تنال العزه بسببي الحق أن هؤلاء هم الذين يظهرون جلال الله في الدنيا، الذين يغوصون في بحر حب الله تعالى، وينالوا العزة لسبب وحيد أنهم يحبون الله تعالى. ثم قال رضي الله عنه: بقدر ما أتأمل في كلمة الحب، ينشأ في قلبي لذة ووجد خاص، وأقول: ما أجمل دين الإسلام الذي هدانا إلى هذه النعمة. التي بسببها تستنير قلوبنا وأذهاننا إن تعليم الإسلام يعمل كمرهم لقلوبنا الجريحة لولا الإسلام والله لمات طلاب الحق وهم أحياء ولقصم ظهر الذين في قلوبهم لوعة الحب ولحسب الحب أمرا مستحيلا ولا سمي وهما لأنه عندما يرى الناس أنه لا يوجد من نستطيع أن نحبه فماذا عسى أن يفعلوه سوى الشك في الحب نفسه؟ لقد طمأن الله تعالى القلوب الحزينة بإعطاء الإنسان دينا مثل الإسلام، وضمد القلوب الجريحة بالمرهم، عندما يرى الإنسان الذي يحب الله تعالى أن الله يرى كل ذرة ويعلم ما في الصدور، ويسمع يتكلم وهو قادر على أن يجزي من يحبه. عندها يشعر في قلبه بسعادة ولذة بسبب هذا الحب وفي الثامن والعشرين من ديسمبر ألف وتسعمائة وثمانية ألقى سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه خطابا قيما بعنوان كيف يمكننا أن ننجح علما أن هذه أفكار شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاما فقط فقد قرأ حضرته رضي الله عنه آيتين من سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى وبشر المؤمنين ثم قال يجب على كل واحد أن يفكر لماذا خلقه الله ولما كان الموت محتوما على الجميع فلا بد من التفكير فيما سيحدث بعد الممات ما دام الإنسان يبذل قصار جهوده ويستخدم كل الإمكانيات المتاحة من أجل هذه الحياة الفانية ويشعر بحاجات مختلفة كل يوم ألسنا بحاجة إلى استخدامها للحياة التي لا تنتهي؟ ألسنا بحاجة إلى أن نستعد لتلك الحياة؟ هذا سؤال هام جدا، إن حضرته رضي الله عنه يقوم بتوضيح الأمر على ضوء تعاليم القرآن الكريم ويقول: إن الواحد منا إذا أراد شراء شيء أخذ أقصى حيطه ولا يشتري إلا ما هو نافع ورابح، فالأسف كل الأسف على إنسان لا يقوم بتجارة ليس فيها ربح مئات الآلاف. ولا مئات الملايين بل إن ربحها بلا حدود يقول رضي الله عنه بناء على ضوء تعاليم القرآن الكريم على المرء أن يجمع المال الذي ينفعه وليس ما يدمره ورثته أي أن أموال الدنيا يضيعها الورثة ويدمرونها ولكن الإنسان لو قام بهذه التجارة التي يدعو إليها القرآن الكريم لربح بها ربحا لن يدمره احد بعده بل سوف ينفعه بعد موته ايضا ويصبح الله تعالى بنفسه امين صندوق مثل هؤلاء التجار واذا اصبح الله امين صندوق انسان فماذا يريد اكثر من ذلك فالذين يتاجرون مع الله على هذا النحو ويدخلون في جنوده فعليهم ان يتحلوا بالشجاعه ويسلم انفسهم ليد الله تعالى عمليا لا باللسان فقط ثم ذكر حضرته رضي الله عنه نجاحات وانتصارات مثل هؤلاء التجار كموسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وبين كيف ان الله تعالى كتب لهم النصر على الاعداء وجعلهم هم الغالبين وهذه التجاره لها شروط اولها ان يستغفر المرء ربه من ذنوبه دوما وهكذا بطلب العفو يزيل ما ران على قلبه من صدا وثانيها عليه ان يهتم بالعباده لتقويه صلته بالله تعالى وثالثها يجب ان يداوم على حمد الله وشكره متذكرا نعمه وافضاله تعالى ورابعها يجب ان يقوم بالامر بالمعروف وخامسها عليه ان يحفظ حدود الله تعالى اي ان يراعي الحدود التي وضعها الله تعالى والمؤمن المخلص الذي يعمل بهذه الشروط يصبح من الفائزين وينال البشارات من عند الله تعالى ثم في الجسد السنوية في عام 1916 أي في السنة الثانية من خلافته ألقى حضرته رضي الله عنه خطابًا بعنوان «الذكر الإلهي»، وألقى على كل ما يتعلق بهذا الموضوع الضوء بأسلوب رائع أخاذ، فبين ما هو ذكر الله، وما الحاجة إليه، وما هي أنواعه ومنافعه وما إلى ذلك. كما تحدث حضرته رضي الله عنه في هذا الخطاب عن الذكر الذي يقوم به المتصوفون وغيرهم في هذا العصر، وبين أن ذكرهم هذا قد غلبت عليه بدعهم وتقاليدهم الفارغة، وأنه لا يقرب من الله بل يبعد عنه تعالى، وأوضح حضرته رضي الله عنه أن الذكر أربعة أنواع، الأول الصلاة والثاني تلاوه القران الكريم والثالث الاقرار بصفات الله تعالى وترديدها وبيان تفاصيلها باللسان والرابع التدبر في صفات الله تعالى في الخلوه واظهارها للناس ايضا وفي هذا السياق بين رضي الله عنه الوسائل والمواقيت الخاصه التي تجعل الذكر الالهي مقبولا عند الله تعالى وقد حث رضي الله عنه في هذا الخطاب نفسه على الذكر الذي يساعد المرء على بلوغ المقام المحمود وهو المداومه على صلاه التهجد وذكر اكثر من اثنتي عشر طريقه تساعد على المواظبه على التهجد كما ذكر رضي الله عنه اثنتان وعشرين طريقه مستقاه من القران الكريم والحديث الشريف تساعد على التركيز والخشوع في الصلاه وفي آخر الخطاب ذكر رضي الله عنه اثنتا عشر فائدة عظيمة لذكر الله تعالى لقد حدث في أثناء هذا الخطاب حدث يشتر بالذكر هو أن أحد المتصوفين غير الأحمديين كان قد حضر هذه الجلسة وكان يستمع لخطابه جالسا هنالك فأرسل إلى حضرة المصح الموعود رقعة كتب فيها ما هذا الذي تفعله ان هذه الاسرار والمعارف التي تذكرها للناس لا يذكر المتصوفون الكرام سرا واحدا منها الا بعد ان يظل مريدهم في صحبتهم لخدمتهم عشر سنوات بل اكثر اما انت فقد ذكرت للناس كل هذه المعارف الروحانيه دفعه واحده وكشفت اللثام عن جميع الاسرار في مجلس واحد ما هذا الذي تفعله إن ربوبية البارئ تعالى محيطة بكل شيء في الكون بهذا العنوان ألقى حضرته رضي الله عنه خطابا في مدينة باتيالا في التاسع عشر من أكتوبر 1917 دلل على وجود البارئ وعلى صدق الإسلام والقرآن الكريم وصدق المسيح الموعود عليه السلام من خلال ربوبية الله تعالى لقد بيّن رضي الله عنه أن صفات الله دليل على وجوده وإن التدبر في صفات البارئ تعالى ومشاهدة أنواع قدرته القوية المتجلية دائما لا يدع مناصا للإنسان من الإقرار بوجود ذات قوية عالمة حكيمة رحيمة وكريمة. قد قال حضرته رضي الله عنه تذكر سورة الفاتحة التي هي أم القرآن أربع صفات لله تعالى، وهي خلاصة الصفات الإلهية كلها، وبالتدبر فيها يستطيع الإنسان أن ينجو من كل أنواع العقائد الباطلة والأعمال السيئة، إن الصفة الأولى منها هي رب العالمين، وصفة الربوبية هذه تخص المخلوقات كلها، لأن كل شيء في الكون يستفيض بفيوض ربوبية الله تعالى. فكون الله رب العالمين يجبر المرأة للإقرار بأن الإله الذي هيأ أفضل الوسائل لربوبية جسم الإنسان وتطويره لا بد أن يكون قد هيأ الأسباب والوسائل لاستمرار حياة روحه أيضا التي هي أغلى من الجسد ولذلك قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أي قد جاء الأنبياء إلى كل الأمم الذين ظلوا يسعون من اجل تربيتهم وربوبيتهم الروحانيه ورقيهم وفي الاخير بعث الله سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لاصلاح كافه الشعوب في كل العصور ولان الشريعه قد اكتملت على يده صلى الله عليه وسلم فقال سياتي بعدي باستمرار اناسا يشرفهم الله بكلامه ووحيه فيبينون للناس معاني الشرع ويوصلونهم بالله تعالى. ووفقا لصفة الربوبية، قد أرسل الله تعالى سيدنا مؤسس الجماعة عليه السلام في هذا العصر، الذي ادعى بتشرفه بالمكالمة الإلهية، وأنه مبعوث لإصلاح الناس، فحالفه التأييد الإلهي من خلال تحقق أنبائه، وأكدت الآيات البينة صدق دعواه عليه السلام. وفي اخر هذا الخطاب بين حضرته رضي الله عنه ان الاسلام هو الدين الذي يقدم الاله الحي كما نجد في هذا الدين ايات الحياه كما بين حضرته رضي الله عنه ان الله تعالى كما كان يربي عباده في الماضي ربوبيه روحانيه كذلك ان الله تعالى يربيهم الان ايضا واذا عملنا باحكام الله تعالى فبوسعنا الفوز بالنعم والمنافع التي حظي بها الناس قبل آلاف السنين ثم هناك محاضرة بعنوان بداية الخلافات في الإسلام ألقها حضرته رضي الله عنه في بداية عام 1919 في الكلية الإسلامية بلاهور في جلسة المجتمع التاريخي الحديث وهذه المحاضرة تبلغ حوالي مائة صفحة وكما قلته فقد القى حضرته رضي الله عنه هذه المحاضرة في جلسة غير عادية للمجتمع التاريخي الحديث برئاسة البروفيسور سيد عبد القادر استاذ التاريخ ولم يكن هذا البروفيسور الكبير احمديا لقد قال رضي الله عنه موضحا أهمية هذا الموضوع لقد وضع اساس الفرقه في الاسلام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشره سنه، ثم لم تزل شقه الخلاف بين المسلمين تتسع باستمرار، وتاريخ تلك الفتره نفسها محجوب تحت حجب مظلمه جدا، ويعد هذا التاريخ وصمه بشعه في وجه الاسلام عند اعداء الاسلام. كما ان ذلك التاريخ يشكل معضله عويصه تصيب اصدقاء الاسلام بالدوار وقليل هم الذين ارادوا الخروج من مستنقع تاريخ تلك الفتره سالمين معافين ثم نجحوا في هدفهم هذا ولذلك وددت ان اتكلم امامكم اليوم حول هذا الموضوع نفسه وكان لب محاضرته ونصائحه القيمه وتحقيقه العظيم ان الظن في بعض كبار الصحابه انهم كانوا هم السبب في ظهور الفتن في الاسلام لظن باطل تماما لقد تناول حضرته رضي الله عنه في هذه المحاضره الامور التاليه ظروف اوائل خلافه عثمان رضي الله عنه ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصدر الفتنه والخلافه في الاسلام نظام ديني ومؤكدا ان سوء الظن بالصحابه كان بغير حق ناقش حضرته اسباب تلك الفتنه وبين الدواعي والعوامل التي جعلت هذه الفتنه تبدا في خلافه عثمان رضي الله عنه. والقى الضوء على احوال عبد الله بن سبا راس تلك الفتنه وعلى اوضاع الكوفه والبصره والشام وعلى الطبيعه العامه للمسلمين هنالك. ومن المطاعن التي تثار ضد سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه قد استعمل برغبته الشخصية عمالاً وأمراء كانوا سبباً مباشراً في ظهور تلك الفتنة، فقال حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه معلقاً على ذلك باختصار: إن الذين أرسلوا للتحقيق كانوا جميعهم من كبار الأتقياء وغير منحازين إطلاقاً، ولم يكن لدى أي شخص مجال للاعتراض على تحقيقهم، إن تأكيد كل هؤلاء الصحابة الثلاثة وغيرهم ممن ارسلهم سيدنا عثمان رضي الله عنه في مختلف اقطار الدوله من اجل التحقيق على ان الامن والسلام يسودان الامصار ولا يوجد فيها اثر للظلم ولا الاضطهاد وان الحكام قائمون بالعدل والقسط اقول ان تاكيدهم جميعا هذا لهو قرار لا يترك مجالا للشك على الاطلاق ويبين بكل جلاء أن الفساد كله كان نتيجة مكائد بعض الأشرار بتحريض من عبد الله بن سبأ وأن عثمان رضي الله عنه وولاته كانوا منزهين تماما عن كل ما ألصق بهم من تهم كان سيدنا عثمان رضي الله عنه مائلا إلى الرفق والرحمة بسبب طبعه اللين وكان يقول عند إثارة المفسدين شرورهم وفتنهم إني لا أريد أن ألطخ يدي بدماء المسلمين، ولقد قدم كبار الصحابة ومنهم معاوية رضي الله عنه بعض المقترحات لإقامة الأمن، إلا أن عثمان رضي الله عنه ظل سائرا على طريق الرحمة والرأفة، بل وأخذ يقبل مطالبات المعترضين أيضا إلى حد مشروع من أجل تهدئتهم وإسكاتهم درءا للفتنة. ثم ذكر حضرته أمرا هاما لفهم الروايات المتعرضة والوقائع التاريخية فهما صحيحا فقال هناك حاجة ماسة إلى الحيطة والحذر فيما يتعلق بالمرويات المتعلقة بتاريخ ذلك العصر لأنه لم تخل بعد ذلك العصر فترة من أناس منحازين إلى فئة أو متعاطفين مع حزب أو آخر وهذا الوضع جد خطير للتاريخ لأنه لو أثرت العداوة الشديدة أو الحب المفرط في المرويات لاستحال أن تصل الروايات بصورتها الصحيحة والمبدأ الذهبي لتصحيح التاريخ هو أن الأحداث الواقعة في العالم إنما هي كسلسلة فلو أردنا أن نختبر صحة حدث معين يجب أن نحاول خرطه في تلك السلسلة ثم نرى ما إذا كانت حلقته تنخرط في سلسلة الأحداث بصورة صحيحة أم لا يتلخص تحقيق حضرته في ثبوت براءة عثمان والصحابة الآخرين رضي الله عنهم من كل نوع من الفتنة والعيب، بل كان سلوكهم مظهرا للأخلاق السامية، وكان قدمهم راسخا على مراقي الحسنة، وأنه لم يكن لدى الصحابة أي اعتراض على خلافة عثمان رضي الله عنه، بل ظلوا أوفياء له إلى آخر الأمر، وأن اتهام علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم بحياكه المكائد باطل تماما وان التهمه التي تلصق بالانصار انهم كانوا غاضبين من عثمان رضي الله عنه ايضا باطله لاننا نرى ان جميع زعماء الانصار كانوا في سعي حثيث لدرء هذه الفتنه. لقد عبر بعض الاغيار عن انطباعاتهم حول هذه المحاضره فقد كتب سيد عبد القادر البروفيسور في الكليه الاسلاميه بلاهور في مقدمة الطبعة الأولى لهذه المحاضرة جاء فيها إن اسم ابن جليل لأب جليل أي اسم حضرة ميزة بشير الدين محمود أحمد يعطي ضمانا كافيا أن هذه المحاضرة علمية جدا إن لي إلماما بالتاريخ الإنساني وأقول بكل ادعاء أن هناك قلة قليلة من المؤرخين سواء المسلمين أو غيرهم الذين استطاعوا بلوغ كنه الخلافات في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه ونجحوا في فهم أسباب هذه الحرب الأهلية الأولى والمهلكة أما حضرة الميرزا فلم ينجح فقط في فهم أسباب هذه الحرب الأهلية بل ذكر في بيان واضح ومتسلسل تلك الأحداث التي ظلت دار الخلافة متزلزلة جراءها أرى أنه لم يطلع الراغبون في قراءة التاريخ الإسلامي قبل هذا على مثل هذا المقال المدلل، بل الحق أنه كلما اطلعنا على كتب التاريخ الإسلامي الحقيقي لعهد عثمان رضي الله عنه، شعرنا أنه موضوع عظيم يحتوي على دروس وعبر كثيرة، ثم كانت لحضرته محاضرة حول القدر الإلهي. وألقاها في مسجد النور بقاديان بمناسبة الجسد السنوية في عام 1919 إن مسألة القدر الإلهي صعبة ودقيقة للغاية فألقى حضرته خطابا حول هذا الموضوع وقال عنه بأنني قلت لله تعالى بكل تواضع اللهم إن كان إلقاء هذا الموضوع على مسامع الناس ليس مناسبا فألق في روعي ألا أقدمه وبعد ذلك شعرت بالارتياح بإلقائه، إن هذا الموضوع صعب للغاية ويتطلب جهدا وسعيا كثيرا لاستيعابه، ولكن إذا استوعبتموه مرة فستستفيدون به كثيرا. لقد ذكر الخليفة الرابع رحمه الله بعض المقتبسات من هذا الخطاب وعلق عليها. فقال حضرته رحمه الله بأنه لم يكن سهلا إلقاء الخليفة الثاني رضي الله عنه خطابا حول هذا الموضوع في اجتماع عام يضم مثقفين وأميين أذكياء وبسطاء فإن تناوله هذا الموضوع بطريقة رائعة وآسرة كان من خاصته هو لم يكن هذا مجرد خطاب بل هو يعد تحفة في علم الكلام فبعد ذكره أهمية مسألة القضاء والقدر وسرده أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص، قال شارحا هذا الموضوع بأن مسألة القضاء والقدر من الإيمانيات، فلا بد من الإيمان بها وبوجود الباري عز وجل، ثم فصل في النظريات المختلفة فيها حول مسألة القضاء والقدر، ووفق بين بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ذكر كيف تعثر الانسان كثيرا نتيجه عدم فهمه لمساله القدر ثم كشف عن اخطاء عقيده وحده الوجود فرد عليها من خلال الادله القاطعه من ست من ايات القران الكريم ثم تناول الجانب الاخر لهذه العقيده الذي اسهب فيه ايضا فاثبت بطلانه ورد بادله قويه على الزعم القائل بان الله تعالى لا يسعه فعل شيء وان سعي الانسان وعمله هو كل شيء. لقد قدم حضرته تحليلا رائعا لتعثر فكر الانسان نتيجه خلطه بين العلم الالهي وبين القدر الالهي وفصل حضرته هذه القضيه ايما تفصيل. ثم يقول الخليفه الرابع رحمه الله ان هذا الخطاب يبحث في القدر الالهي من جميع جوانبه بحيث رد فيه على اعتراضات قديمه وجديده مختلفه لقد ذكر حضرته سبع مدارج روحانية يمكن للإنسان أن ينالها بعد فهمه الصحيح لمسألة القدر الإلهي ونتيجة تحقيقه متطلبات هذه القضية على أي حال هذا الكتاب جدير بالقراءة فعلى من يسألون عن القدر الإلهي أن يقرأوا هذا الكتاب ثم أسدى حضرته رضي الله عنه النصائح للمسلمين وأرشدهم وذلك لما عقد بإشراف لجنة الخلافة مؤتمر في إلهاباد تحت عنوان "المعاهدة التركية وخطة عمل مستقبلية للمسلمين". لقد أبرمت الدول المتحالفة بعد الحرب العالمية الأولى اتفاقية صلح مع الدولة العثمانية ووضعت لها شروطا مهينة للغاية وبها قسمت الدولة العثمانية إلى دول كثيرة، وفرضت قيود كثيرة على قواتها البحرية والبرية والجوية، كما فرضت عليها بعض العقوبات الصارمة الأخرى أيضاً، وفي ظل هذه الظروف تحت إشراف لجنة الخلافة، تم عقد مؤتمر في إلهباد في الواحد والثاني من يونيو عام 1920، للبحث في قضية شروط التصالح مع الدولة التركية، والنقاش حول خطة عمل مستقبلية للمسلمين واقتراحها لقد كتب الزعيم المشهور لجمعية علماء الهند مولانا عبد البارئ إلى المصح الموعود رضي الله عنه في الثلاثين من مايو عام 1920 رسالة دعاه فيها إلى طرح أفكاره في هذا المؤتمر فكتب حضرته في يوم واحد مقالا بعنوان الاتفاقية التركية وخطة عمل مستقبلية للمسلمين وطبعها ليلا ثم أرسلها بواسطة مولانا سيد محمد سرور شاه والسيد ولي الله شاه وتودري محمد ظفر الله خان رضي الله عنهم لقد حدد حضرته في هذا المقال النقائص في شروط الاتفاقية التركية وقدم بعض المقترحات أمام المسلمين لتفادي تأثيرها السيء ثم قدم حضرته موقفه المدعوم بالادله ووضح ان الاقتراحات التي يتم تقديمها حاليا من الهجره والجهاد العام وقطع العلاقه مع الحكومه لا يمكن العمل بها بل هي ضاره بالمسلمين فقدم حضرته اقتراحا من عنده ان يوضح المسلمون ببيان موحد على الدول المتحالفه بانهم وضعوا في اتفاقيتهم للصلح مع الاتراك شروطا تخالف قواعد يتبنونها بانفسهم ويتراءى فيها التعصب المسيحي بشكل واضح اضافه الى ذلك روعي في هذه الشروط مصالح الراسماليين لاجل ذلك فان المسلمين يرفضون هذا القرار ويطالبون بتغييره وبالاضافه الى هذا الاقتراح نبه حضرته في هذا المقال الى ضروره اقامه اللجنه العالميه الاسلاميه من اجل رقي الاسلام والمسلمين ورفاههم اي اقترح اقامه مؤتمر العالم الاسلامي فان ما اقيم اليوم من مؤتمر العالم الاسلامي وهو لا يستطيع ان يتخذ اي قرار كان المصح المعود رضي الله عنه قد قدم اقتراحه في ذلك الوقت وإن الحالة التي استعرضها هذا المقال في ذلك الوقت تتراءى اليوم أيضا في تعامل بعض القوى الغربية مع الحكومات المسلمة. لم تكن مرافق الإنترنت وغيرها موجودة في ذلك الوقت. ومع ذلك فإن تحليل القضية بشكل غير عادي وتقديم الاقتراحات القيمة يدل على أن تأييدا خاصا من الله تعالى كان حليفه. وهو دليل على ما حباه الله تعالى وفق وعده من العلوم الدنيوية. والذكاء غير العادي ثم كان له رضي الله عنه خطاب بعنوان ملائكة الله ألقاه في يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من ديسمبر عام 1920 في بيت النور يدخل موضوع ملائكة الله في الأصول الأساسية للإسلام وفي الإيمانيات أيضا، مع أن الموضوع كان صعبا ودقيقا إلا أن حضرته بسطه وقدمه بشكل يزيد المرأة بصيرة وإيمانا. لقد ذكر حضرته على ضوء الآيات القرآنية حقيقة الملائكة وضرورتهم وأنواعهم وواجباتهم وخدماتهم. كما قدم ادله على وجود الملائكه ورد بشكل مفصل ومدلل على الشبهات والاعتراضات المتعلقه بهم وفي نهايه هذا الموضوع ذكر حضرته ثمانيه ذرائع لانشاء العلاقه مع الملائكه والاستفاضه بهم وهي اولا من خلال جلوس المرء في صحبه من ينزل عليه جبريل اي ان يجلس في مجالس الانبياء والصالحين وينعم بصحبتهم ثانيا بإكثاره من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا أن يولد في قلبه عاطفة العفو والصفح وتخلى عن سوء الظن رابعا أن يكثر من التسبيح والتحميد خامسا أن يتلو القرآن الكريم بتدبر سادسا أن يقرأ مؤلفات شخص نزلت عليه الملائكة وعليه ففي هذا العصر ينبغي قراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام سابعا أن يتوجه المرء إلى المكان الذي قد نزلت فيه الملائكة بوجه خاص فهناك بعض شعائر الله والأماكن المقدسة يجب زيارتها ثامنا أن يكون المرء على تواصل مع الخليفة فقد بين كل هذه الأمور فيه ثم له محاضرة بعنوان ضروره الدين القاها في لاهور في الخامس من مارس عام 1921 وهي رد على اسئله بعض الطلاب وتفصل ذلك بايجاز ان حضرته سافر الى لاهور للادلاء بشهاده في قضيه في الرابع من مارس 1921 واقام هناك حتى السابع من مارس ففي الخامس من مارس 1921 قابله عدد من طلاب الكليه وطرحوا عليه ثلاثه اسئله والتمسوا منه الرد عليها. اولا: لا حاجه للدين ولا فائده له، اما اذا اعتنقه الناس لجني المنافع الظاهريه فلا باس به. ثانيا: في اتباع الاديان الاخرى ايضا اناس يتنبؤون، فالقول بان هناك نبوءات في الاسلام فهي ليست ميزه له ثالثا ان انتشار جماعه حضره الميرزا لا يشكل اثباتا لصدقه لان لينين في روسيا ايضا احرز نجاحا كبيرا فرد حضرته على هذه الاسئله الثلاثه بادله وباسلوب سلس للغايه فقال ان مساله ضروره الدين تتعلق بوجود الله تعالى وجوابه موجود في صورة كتاب منشور، فإذا كان الله تعالى موجودا فثمة حاجة إلى الدين أيضا. وإنما يثبت وجوده تعالى هو كلامه مع عباده، وفي هذا العصر نلاحظ تحقق نبوءات المسيح الموعود عليه السلام، وهي تشكل إثباتا لوجود الله. وقال ردا على السؤال الثاني أن الفرق الأساسية بين نبوءات الأنبياء وغيرهم من الناس أن عامة الناس يتنبؤون بناء على علمهم ونبوءاتهم تتسم بالقياس بينما يتنبأ الأنبياء بتلقي العلم من الله وفي أوضاع غير ملائمة وتكون لها جوانب عدة وتتصبغ بصبغة الشوكة والاقتدار ككلام الحكام. وقال ردا على السؤال الثالث أن الازدهار الذي أحرزه سيدنا الميرزا عليه السلام فكان قد تنبأ به سلفا وتحقق التقدم بحسب ذلك، لذا من الغلط القول أن تقدم سيادة المرزا لا يعد برهانا علي صدقه، لأن الآخرين أيضا يتقدمون. على كل حال هذا الموضوع مفصل ثم ألقى حضرته في عام 1921 خطابا طويلا حول وجود الله تعالى في حوالي 190 صفحة وهو خطاب جامع وزاخر بالحقائق والمعارف حول عنوان وجود الله وأسلوبه علمي وذو بصيرة وذكر فيه حضرته ثمانية أدلة على وجود الله ورد على الاعتراضات الواردة عليها فقد أثبت وجود الله من صفاته تعالى ثم بيّن أنواع الصفات الإلهية وبيّن أفكار الأوروبيين عن الله وأفكار الزردشتية وأفكار الهندوس وتصورات الآريين وبيّن مقابل ذلك تعليم الإسلام عن وجود الله تعالى بالتفصيل إضافة إلى ذلك قد تناول حضرته فيه تعريف الشرك وأنواعه ورد عليها كما بين مدارج رؤيه الله وفوائدها وذكر الوسائل للفوز برؤيه الله تعالى واساليبه ايضا. ثم من مؤلفاته كتاب تحفه لامير ويلز الذي قدم له عند زيارته للهند في عام 1921 وملخصه أن ولي عهد بريطانيا العظمى أمير ويلز جاء إلى الهند في ديسمبر عام 1921 في جولة وهو الأمير نفسه الذي سمي لاحقا إدوارد الثامن وتخلى عن العرش في عام 1936 إثر خلاف له مع الكنيسة البريطانية ألف حضرة المصح الموعود كتابا بعنوان تحفة لأمير ويلز بمناسبة مجيئه إلى الهند وبتوجيه من حضرته تبرع 32,208 فرد من أعضاء الجماعة الإسلامية الأحمدية كل واحد منهم بآنة واحدة لتوفير النفقات لطباعة هذا الكتاب ونشره وقدم وفد من أبناء الجماعة هذا الكتاب كهدية نادرة للإسلام إلى أمير ويلز مع خطاب بواسطة حكومة البنجاب في السابع من فبراير شباط 1922 في لاهور لقد بيّن سيد المصلح الموعود في هذا الكتاب الصغير العلمي الولاء مع حكومة الوقت إضافة إلى سوانح موجزة لمؤسس الجماعة الأحمدية سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كما تناول فيه تعليم الجماعة الأحمدية وتاريخها والهدف من تأسيسها وفي الأخير بلغ الأمير وارث تاج بريطانيا وعرشها رسالة الإسلام بأسلوب مؤثر جدا، ودعاه إلى الإسلام عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقبل أمير ويلز الهدية المقدمة من حضرته وشكر حضرته عن طريق سكرتيره الكبير. ومن الانطباعات عن هذا الكتاب أن أمير ويلز الذي صار لاحقاً إدوارد الثامن ثم تخلى عن العرش إثر خلافه مع الكنيسة في عام 1936، كما قلت سابقاً قد تقبل هذه الهدية بمنتهى الاحترام والإجلال، وعبر عن عواطف شكره عن طريق سكرتيره الكبير، وليس ذلك فحسب، بل قرأ هذا الكتاب كله أثناء سفره من لاهور إلى جمو. في مارس عام 1922، وأعجب به كثيرا، وتبين من المعلومات لاحقا أن وجه الأمير كان يتألق أثناء قراءته لهذا الكتاب، وأفاد سكرتيره أيضا أن سموه كان يقوم فجأة أحيانا أثناء قراءته للكتاب، وبعده بفترة قصيرة أبدى عن براءته من المسيحية صراحة. وقال صحفي في جريدة ذو الفقار تعليقا على هذا الكتاب في الرابع والعشرين من نيسان 1922: لا نستطيع الامتناع عن الاشاده بمهمه الخليفه الثاني للجماعه الاحمديه لنشر الاسلام، فالجزء الكبير من كتابه تحفه لامير ويلز زاخر بالدعوه الى الاسلام، وهو انجاز عظيم يغتبطه غير الاحمديين حتما. عند الجلوس حول طاولة الصحافة من الضروري أن نخلع قلادة التعصب عن عنقنا، لذا قد شعرنا بسعادة عظيمة برؤية هذه التحفة. لقد عمل المؤلف الفاضل في هذه التحفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تماما، حيث بلغ وارث تاج بريطانيا وعرشها دعوة الإسلام بكل حرية وشجاعة. إذا هاجم المؤلف أي فرد من أتباع أي فرقة إسلامية أو جريدة محبة للفتن حسدا وبغضا فهذا شأنه أما نحن فلم نجد في هذه الهدية أي موضع وظف فيه التملق غير أنه في مواضع قد وردت سوانح مرز غلام أحمد الراحل من البداية إلى النهاية بإيجاز وهي أيضا تفصح عن حبه للإسلام وولائه للحكومة فمن الجلي أن الله لا يحب أبدا الفرقة المحبة للفساد والفتن ويبيدها ويهلكها مثل ذلك كتبت جريدة شبه حكومية سيفل أن ميلتري غازيت في البنجاب في الثامن عشر من نيسان 1922 لا نجد بدا من التسليم بأن المؤلف قدم أدلته بكفاءة عالية وبأسلوب علمي رائع بغض النظر عن ان غايته الواسعه محاوله لنشر الدعوه فسواء اصار امير ويلز احمديا ام لا لا شك ان ذلك لا يقلل من قيمه هذا الكتاب وقدره ولا من متعه اولئك الذين لديهم رغبه في الدين وخاصه في اديان لا حصر لها في الهند وبريطانيا. لقد ترك هذا الكتاب تاثيرا عميقا في العالم الخارجي ايضا اما في البلاد الغربيه فقد فتح طريقا جديدا لتبليغ الاسلام. ففي فيينا عاصمة النمسا ابدى بروفيسور متمكن من ثلاث لغات اعجابا كبيرا به واعرب عن حسرته على انه صار شيخا والا لنشر هذا الكتاب في العالم كله ومن امريكا كتب حضره مفتي محمد صادق رضي الله عنه ان هذا الكتاب اثر في اهل امريكا كثيرا بل يبدو انه كتب بحسب المقتضيات العلميه في امريكا وعلاوه على البلاد الغربيه كان له تاثير في افريقيا ايضا فقد قال مراسل جريدة ليدر في نيروبي: صحيح أني لست مسيحيا إلا أنني ولدت في بيت مسيحي وأفهم جيدا أدبياتهم، أما المتعة التي حصلت لي من قراءة هذا الكتاب فلا يسعني بيانها، صحيح أن مؤلفه مسلم، لكن الظن الغالب عنه أنه عايش المسيحيين سنين طويلة وقرأ كتبهم بتدبر. وإلا من الصعب أن يقرأ على مسامع المسيحيين هذا الكلام بهذه الشجاعة فلم أقرأ حتى اليوم كتابا قد ألف على أساس ديني وهو منزه عن التعصب في هذا أول كتاب بهذه الصفة كذلك لحضرته خطاب بعنوان الأحمدية أي الإسلام الحقيقي وقرئ ملخصه في مؤتمر ويمبلي في 1924 فالكتاب كبير وحجمه 250 صفحة هذا المؤتمر كان قد عقد في عام 1924 ودعي فيه كبار علماء كل دين في العالم لإلقاء المحاضرة عن محاسن دينهم فقد أرسلت الدعوة إلى سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه أيضاً فألف حضرته كتابا ضخما بعنوان الأحمدية أي الإسلام الحقيقي في أقل من أسبوعين أي من الرابع والعشرين من مايو إلى السادس من يونيو. فقرأ حضرة تشودري محمد ظفر الله خان ملخصه في المؤتمر بحضور سيدنا المصح المعود رضي الله عنه. كانت هذه المحاضرة فريدة من نوعها بحيث شهد قادة المسيحيين الكبار ايضا عفويا ان مضامين هذه المحاضرة جديدة وفريدة من حيث ترتيبها وحجتها ووصفها وجمالها فان الله تعالى بواسطة هذه المحاضرة هيأ فرصة تبليغ الاحمدية الاسلام الحقيقي الى كبار قادة العالم بحيث اضطروا للاقرار بان الاسلام دين حق وصادق وفي هذا الكتاب ألقى المصح الموعود رضي الله عنه ضوءا على أوجه من تعاليم الإسلام الجميلة بأسلوب خلاب ورائع للغاية فأولا أثبت من خلال آيات من سورة الصافات أن القرآن الكريم كان قد أنبأ قبل ثلاثة عشر قرنا بأن مؤتمرات كهذا المؤتمر الديني ستعقد في المستقبل وبعد ذلك عرف حضرته الجماعة الإسلامية الأحمدية وأثبت بأدلة قاطعة أن الأحمدية والإسلام الحقيقي شيء واحد ثم بيّن أربع غايات للدين وفي هذا الصدد شرح أولا تصور الإسلام عن الله تعالى ثم وضح كيفية العلاقة التي يرجوها الإسلام أن ينشئها الإنسان مع ربه وما هي المسؤوليات التي أوجبها الله تعالى على العباد ثم أزال المصح الموعود رضي الله عنه هذه الشبهة أيضا أن الإسلام يعلم بعدم الأخذ بالأسباب ويأمر بترك جميع الأمور على الله، أي هذه التهمة تلصق بالمسلمين أنه لا داعي لأي سعي، فأخبر المصلح الموعود رضي الله عنه أنه يثبت من الآيات القرآنية أن الإسلام لا يأمر بذلك قط، بل الإسلام إنما يعلم أن تؤخذ الأسباب كلها وتستخدم جميع الوسائل الميسرة ثم يتوكل على الله. وأن التوكل لا يعني ترك الأسباب بل هو عبارة عن اليقين الكامل بوجود إله حي ثم ألقى المصح المعود رضي الله عنه الضوء على أنه لا يوصل بالله إلا الإسلام الآن لأن الإسلام وحده يدعي أن الباحث عن الله إذا عمل بتعاليمه بحرقة حظي بالله تعالى حتما قال المصح المعود رضي الله عنه كان في الاسلام دائما اناس عملوا بتعاليمه حتى اصبحوا مظاهر صفات الله تعالى وتصبغوا هم انفسهم بصفاته اولا ثم اروا الاخرين وجوده ووهبوهم معرفه كامله بوجوده تعالى وفي هذا الزمن بعث الله تعالى لهذا الغرض المسيح الموعود عليه السلام لكي يعرف الناس وجود الله تعالى ويتخلصوا من حياه الشك والريبه وبعد ذلك تحدث المصح الموعود رضي الله عنه بالتفصيل عن جوانب مختلفة للأخلاق وأثبت أن تعليم الإسلام الأخلاقي هو الأكمل ولا يمكن لدين آخر مبارزته فيه ثم سلط الضوء مفصلا على مبادئ الأخلاق الحسنة وعن وسائل اجتناب الأخلاق السيئة وبين تعليم الإسلام عن إصلاح الأخلاق ثم ذكر تعليم الاسلام عن الحضارة وميز بين الاخلاق والحضارة باسلوب لطيف، ثم القى الضوء على المبادئ التي يجب على الانسان ان يبني عليها علاقته بالناس، ثم بين مبادئ المواطنة وبعدها تناول واجبات الحكومة والشعب وحقوقهما بالتفصيل. ثم توسع في هذا الموضوع وبين كيف ينبغي ان تكون العلاقات بين الحكومات وما هي مبادئ القران الذهبيه لحل النزاعات بين الدول واخبر بانه لو كانت رابطه الامم اسست على هذه المبادئ لنجحت ولكنها لم تتاسس على هذه المبادئ لذا فشلت والان إن لم تسلك الأمم المتحدة أيضا على هذا الدرب فسوف تفشل وفي نهاية الكتاب ألقى المصح الموعود رضي الله عنه ضوءا على حالات ما بعد الموت وبيّن حقيقة الثواب والعذاب في عالم الآخرة. وفي هذا الكتاب لم يذكر حضرته تعاليم المسيح الموعود عليه السلام فحسب، بل ضرب أمثلة العاملين بهذه التعاليم، وأنهم كيف أحدثوا انقلابات عظيمة في حياتهم، وكيف أثرت فيهم تعاليم المسيح الموعود عليه السلام، حتى ضحى بعضهم بأرواحهم ولم يحبوا ترك تعاليمه. وفي الأخير دعا المصلح المعود رضي الله عنه سكان العالم كله إلى قبول الأحمدية وبشرهم بأن وقت إزالة المصائب قد حان فإذا اجتمعوا على يد مبعوث هذا الزمان أفلحوا في الدارين وبعد نهاية المحاضرة قال رئيس المؤتمر معلقا لا حاجة لي أن أسب في الكلام لأن المقال بنفسه جعلنا نقر بروعته وجماله انني انما اشكر خليفه المسيح من طرفي ومن طرف حضور الجلسه على روعه مقاله وترتيبه وروعه افكار حضرته واسلوبه الرائع للاستدلال وان وجوه الحضور بلسان حالها تصدق كلامي هذا وانني على يقين انهم يقرون بصدق ما قلته ويسلمون انني بالفعل اديت حق التعبير عن مشاعرهم وانني اشكر حضرته بلسانهم ثم جاء شخص عند حضرته وقال: إنني عملت في الهند ثلاثين عاما وقرأت حالات المسلمين وأدلتهم لأنني مكثت في الهند بصفة المبشر، ولكني لم أسمع في أي مكان هذا الموضوع بهذا الجمال والروعة كما تناولتموه اليوم، إنني تأثرت جدا بسماع هذا المقال من حيث الأفكار والترتيب والأدلة، وإنني أهنئكم على ذلك. جاء شخص اخر وقال: لقد اتيت من فرنسا لسماع هذا المقال وكنت اقدم الاسلام على المسيحيه والبوذيه على الاسلام ولكن الان بعد ان سمعت مقالكم وسمعت البوذيين ايضا اسلم ان الاسلام بالفعل افضل الاديان كلها وان الاسلام الذي قدمتموه بهذا الجمال والروعه لا يمكن ان يقابله اي دين اخر وانه اثر في قلبي تاثيرا بليغا. وهناك تعليقات كثيره ومنها تعليق السيده شاربلز وهي سكرتيره المؤتمر. قالت لتشودري ظفر الله خان انني اهنئكم ان الناس يشكرونكم جدا. وقالت أيضا يأتيني الناس بكثرة رجالا ونساء ويثنون على هذا المقال جدا وكان هناك شخص ألماني يعمل بروفيسورا هنا في لندن وعند عودته من المؤتمر مرا بالشارع تقدم إلى حضرته وقدم التهنئة ثم قال كان كبار الإنجليز جالسين بجواري فرأيت بعضهم يضربون بأيديهم على أفخاذهم ويقولون إنها أفكار فريدة لا يسع الإنسان سماع مثل هذه الأفكار كل يوم. روى هذا البروفيسور الألماني بنفسه أن الناس كانوا يقولون عفويا أثناء الخطاب ما أجمل وما أصدق هذا المبدأ وأبدى هو أيضا رأيه قائلا هذه نقطة انطلاق الأحمديين يعني مقام التقدم والرقي. وانه لنجاح كبير بحيث لو كنتم انفقتم الاف الجنيهات لما احرزتم مثل هذا الصيت وهذا النجاح كما احرزتم بواسطه هذا الخطاب وحده سمعت سيده من ديانه البهائيه هذه المحاضره وبعدها مشت معنا حتى منزلنا وكانت تقول كنت احمل افكار البهائيه ولكن الآن بعد سماع محاضرة اليوم قد تغيرت أفكاري وأريد أن أسمع محاضراتكم أكثر فلو أخبرتموني لطفا متى وأين ستكون المحاضرات الأخرى لأحضرنها بالتأكيد وهناك سيدة ألحت على دعوة حضرته إلى بيتها وقال شخص هذا المقال كان أجمل حتى من حب الوطن هذه بعض الملامح التي أريتها لكم من درر العلم والعرفان لحضرته ما بين سن الثامنه عشر الى سن الخامسه والثلاثين من عمره، إنه كلام بدايه الشباب والشباب، لذلك الشخص الذي لم يحصل على التعليم الدنيوي كما قلت، ولكنه مع ذلك ملئ بعلوم ظاهريه وباطنيه، إنها آية صدق المسيح الموعود عليه السلام، وصدق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما بينته من كلامه في السبع عشرة سنة هذه بعض الأمور قبل عهد خلافته وبعضها بعد خلافته هو ليس واحدا بالمئة مما بينه حضرته في هذه الفترة كنت قلت واحد بالخمسين ولكن الأحرى أن أقول لم أستطع أن أذكر واحد بالمئة من كلامه إلا أنه تعارف لبعض كتبه وهناك خطبه وتفاسيره التي فيها نكات العلوم والمعرفة بل تجري فيها أنهار العلوم والمعرفة وإضافة إلى ذلك أرشد حضرته العالم في مجالسه المتعددة وهذه الخزائن التي قد طبعت معظمها يجب على أفراد الجماعة أن يقرأوها رفع الله درجات المصح الموعود رضي الله عنه ادعو لحالات باكستان ايضا وفق الله تعالى الناس هناك ليقضوا حياتهم بالامن والسلام والطمأنينة وخيب هجمات المعارضين ومكايدهم فضلا منه الحمد لله الحمد لله نعوذ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إِبْعَادَ عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللصان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر